أهلا وسهلا بيكم مواليد برج الميزان، صباحكم سعادة أو مساكم سعادة وقت ما يوصلكم الفيديو. شكرا لتفاعلكم معايا يا مواليد برج الميزان على فيديوهات شهر أغسطس. إن شاء الله يكون شهر سبتمبر شهر سعادة وفرحة وراحة بال، ويكون شهر بتحقيق الأمنيات وكل الأحلام بإذن الله. طبعا القراءة دي بتناسب اللي برجهم الطالع الميزان، وبتناسب اللي برجهم الشمسي الأصلي الميزان، وبتناسب اللي برجهم الباطني الميزان. طيب الطالع ده يعني ايه؟ البرج الطالع ده بيكون بساعة الميلاد او البيت في خريطة الفلكية، تمام. والبرج الباطني ده بيكون باسم الام، بنلجأ ليه في حالة واحدة لو انت ما تعرفش اصلا ليك تاريخ ميلاد وكاتب بس كده ايه تاريخ ميلاد عشان ورق الرسمي مثلا وكده، فبنلجأ في هذه الحالة لان بنعمل كده حسبة بحروفك وحروف اسم الام، بيكون ليهم ارقام معينة كده بنعمل لها حسبة بنطلع منها البرج الباطني، فبيبقى برج واحد. كمان اللي برجهم ميزان مزدوج وليس اصلي، اللي هم ما بين العذراء والميزان اللي هم اخر 9، كل سنة وانتم طيبين عيد ميلادكم الشهر ده، واللي هم اخر اكتوبر اللي هم ما بين العقرب والميزان، يفضل في هذه الحالة ان هم يستمعوا لايه؟ للبرج الطالع، تمام. البرج الطالع ده اللي هو بيكون ايه بساعة ميلادك زي ما احنا وضحنا، او البرج الباطني اللي هو من اسم الام. طيب برج الميزان بقى بشكل عام بيبدأ من 22 سبتمبر، تمام، بصرف النظر عن عذراء ميزان او ميزان اصلي، وبينتهي 22 10، يعني 22 سبتمبر ل 22 اكتوبر هنا برج الميزان بشكل عام، بصرف النظر عن مين بقى في التواريخ دي ميزان اصلي او ايه ام مزدوج، بس كده بشكل عام. طيب هنشوف بقى طاقة تاروت عامة الأول لمواليد برج الميزان، تمام. بكتب لكم في صندوق الوصف تحت بداية الخارطة الفلكية امتى، بداية التاروت العام امتى، التاروت العاطفي امتى، عشان اسهل لكم كده ايه يعني اللي بيهتم بالخارطة اكتر ملوش في التارو يهتم بالخارطة، اللي ملوش مش بيهتم بالفلك قوي بيهتم بالتاروت اكتر، فبيشوف الدقائق تحت فبتبقى سهلة عليه، تمام. طيب نشوف بالنسبة لمواليد برج الميزان شهر سبتمبر أخباره إيه معاكم. خلي بالكم من امرأة يا برج الميزان قاعدة لكم كده، لازم كل الأبراج فيها الطاقة دي. في ست هنا، يا ست يا راجل عامة، بس في ست هنا قاعدة لك يا امرأة برج الميزان. أنت بتمري بفترة تقلبات مزاجية، مش حاسة بسعادة في ارتباطك ولا حاسة بسعادة في حياتك العائلية، أو بتحسي كده إن أنت لوحدك شوية، أنت في فترة سلبية شوية، أو بتحسي بوحدة رغم إن في عيلة وفي أهل وفي ناس حواليكي، إلا إن أنت في حد هنا ممكن يكون توفى، يا دي أم مفتقداها، يا دي مثلا في حد هنا أنت الفترة دي حزينة، يا إما ده ذكرى لا سمح الله لوفاة والدتك، عيد ميلادك جاي مثلا آخر 9 فبتفكري في والدة هنا رحلت عنك، ممكن يكون الموضوع ده حصل في شهر 8، فانت هنا في طاقة شوية سلبية بسبب رحيل حد عندك مهم من العيلة او الاهل او حد كان مقرب منك. البعض الاخر امرأة ميزان هنا بتعاني من حسد كتيرة في حياتها بسبب تعبانة بصالك في حياتك، وللأسف دي من بيئة الاصدقاء. طاقة تانية هنا ان في بداية جديدة بعد مرحلة عكوسات وعراقيل في الارتباط يا مواليد برج الميزان، في علاقة حب هنا بتبدأوا تستقروا عاطفيا وبترتاحوا بعد فترة تحديات صعبة. شايفة كمان الفترة دي صحتك هنا يا مواليد برج الميزان كانت مش متوازنة شوية، يا إما بينقصك فيتامينات معينة، إيه أنت ساعات بتحس نفسك كسلان خملان مش نشط، مهما بتنام بتحس عفوا معلش شكلك الفترة دي صحتك مش متوازنة، يعني ساعات تحس إن أنت مهتم تروح شغلك وساعات تحس بكسل أو خمول كده، فالموضوع ده إيه بيضايقك شوية، فده كله بسبب إيه؟ صحتك محتاجة توازن، البعض منكم محتاج يتعرض لشمس، محتاج تقوي فيتامين د عندك هنا، محتاج تقوي تخرج من طاقة أفكار تراكمات سلبية وتبتدي بدايات جديدة. شايفة البعض منكم هنا عنده مشكلة أو تعقيدات فيما يخص سفر، فالموضوع ده مدخلك شوية في مود سلبي، لكن إن شاء الله المشكلة دي هتتحل في وقت قريب. البعض منكم انت كريم ماديا وما بتبخلش على حد لما بيلجأ لك في سلفة او لما بيلجأ لك في مساعدة مادية. في هنا احتمال انت في حاجة هتدخل فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، هتشتري حاجة بمبلغ كبير، يا هتجازف يعني في اعلان على الانترنت والاعلان ده الحاجة نصب او حاجة مثلا بزيادة عن سعرها، في حاجة يا اما انت هتدبس نفسك في شراء عبر الانترنت في حاجة فيها تكاليف مادية عالية شوية عليك، فده هيبقى سرقة او نصب لاموالك. المهم حذر من اي لينكات
حذر من أي روابط تفتحها الفترة دي، ممكن تكون هاكر، ممكن حد بيحاول يخترق حسابك، حد بيحاول يقفل لك حساب، في حاجة هنا يعني تخص هاكر، حد بيحاول يسرق حساباتك، حسابك البنكي تحافظ عليه برضو، في هنا ممكن يكون احتمال بتدخل حسابك البنكي في بعض مواقع التواصل فتتسرق أو تتعرض لسرقة حساباتك، فانتبه هنا من حاجة زي كده، في حد بيحاول يسرق أو ياخد حاجة منك، أو أنت ممكن تشتري حاجة أونلاين والحاجة دي تبقى نصب أو ما تبقاش إيه دقيقة أو ما تبقاش يعني منطقية أو حاجة واضحة يعني، فنخلي بالنا هنا من حاجة زي دي. شايفة البعض منكم هنا في صديق هيساعدك على شهرة، هيساعدك على نجاح، ده ممكن صديق هو مشهور فبيساعدك تشتهر معاه، انتوا الاتنين بتدخلوا حاجة مع بعض كشراكة فبتبقى شراكة ناجحة. في صديق هنا ليه دور في دعمك، او انت يا بتزور صديق يا صديق بيجي لك بيحتفل معاك بمناسبة عيد ميلادك مثلا. شايفة هنا ممكن صديق قديم من الطفولة بيرجع تلاقي اتصال او رسالة منه، فالموضوع ده يفرحك ويسعدك قوي. ممكن الاتصال ده يبقى في عيد ميلادك يبقى فاكره مثلا، فيعاود الصداقة معاك بعد فترة غياب طويلة. شايفة البعض منكم عنده ترقية ومكافأة كانت بتحاول تتسرق منه أو بتحاول تتاخد منه فراجعة لك أو هتاخدها أنت في الآخر. البعض منكم بيخطط لزواج واستقرار، بتشتري بيت، أو أنت مثلا خلاص الجوازة بتاعتك واقفة على بيت فأنت بتشتري بيت فبتتجوز بقى أو بتخطب أو بتستقر. البعض منكم بتشتري بيت عشان تنقل أنت وزوجتك من بيت لبيت، أو أنت وعيلتك بتفكروا تنقلوا من بيت لبيت. ممكن البعض منكم طاقة البيت دي سامة أو طاقة البيت دي سلبية شوية، فانتوا بتفكروا تنقلوا او ان انتوا تروحوا نقلة تانية او تنقلوا بيت جديد، فده انتوا شايفينه افضل او احسن ان احنا نغير عتبة بيت. ده برضو من ضمن المتوقع في الفترة دي، ممكن تلاقي بيت بسعر مناسب، بيت بسعر على قد يعني امكانياتك، او بتلاقي فرصة مناسبة لشراء شقة على قد ايه ظروفك مثلا، او بتلاقيها فرصة حد مسافر فعايز يبيع شقته بسعر هيبقى مناسب ليك جدا، فانت هتصدق تاخدها استثمار او تشتريها تخليها ليك مثلا للزواج. شايفه هنا مواليد برج الميزان نصيحتكم محتاجه ان انت تصدق نفسك، تثق بنفسك وتثق في قدراتك، اكتب امنياتك وهتتحقق. يعني مثلا عشان تساعد نفسك ان انت تحقق امنيتك ممكن تعمل حاجه ليها علاقه ببرمجه العقل الباطن، ان انت تكتب بالقلم. القلم هنا ليه طاقه رهيبه، عشان كده في سوره القلم، نون والقلم ومسطرون. كتابة الكتابة بالقلم وان انت تكتب امنياتك كتابتك بالقلم وليس على الموبايل بتساعد ان بتبرمج عقلك الباطن في تحقيقها. البعض منكم في عندك شراء سيارة او بيع عربية وشراء سيارة جديدة بدلها، ممكن تكون بتتاجر في السيارات فبتفكر ان انت تبيع عشان تشتري عربية تانية. البعض منكم دي مؤكدة هنا، يا بتشتري مثلا انت لو كنت في ايجار فبتروح بقى بيت ملك، او بتشتري بقى بيت جديد او بتنقل بيت جديد. البعض منكم هنا بيحصل على جسد رشيق او جسد مثالي، ممكن تكوني بتلعبي تمرين رياضه معين وهيبان بقى ايه على شكل جسمك او على شكل جسمك. البعض اخر ممكن تكوني بتعملي عمليه نحت، الفتره دي الزهره في الميزان فداعمه جدا لكده بالذات اول اسبوعين. شايفه البعض منكم امنيات كتيره، الشهر ده حلو قوي بصراحه، يعني شايفه الشهر ده بدايه المشاريع التجاريه الجديده للي عايز حاجه زي دي، وظيفه بتحبها بتلاقي، بدايه الاستقلال المادي والنجاح المادي، بتلاقي هواياتك بتتحقق، بتلاقي الشريك المناسب للزواج. الشهر ده اسميه التقدم والنجاح والتطور الايجابي ليك يا برج الميزان، تعويض عن بقالك كام سنه تعبان. اهم حاجه ان انت ترفع من استحقاقك وتشكر ربنا على النعم اللي في حياتك. البعض منكم في حد مشهور هياخدك او هياخدك تقدم حاجه فيها شهره، او هيلاقيك بتنزل حاجه مثلا فيديوهات على التيك توك مثلا او على مواقع التواصل، فهيلاقي ان انت فكاهي دمك خفيف فهياخدك في فيلم او هياخدك في حاجه فيها شهره تبتدي بقى تشتهر. البعض منكم لو تعبان بيتحسن صحته، فتره بقى استشفاء وخلاص من امراض ومتاعب نفسيه وجسديه وبتدخل فتره ايجابيه. البعض منكم هنا بتقضي وقت ممتع مع العيلة والأصدقاء، يا بتسافر في مناسبة عائلية، يا أنت بتعزم أهلك على مناسبة تخصك أنت، ففي هنا تجمعات عائلية كتيرة بتسعدك وبترضيك مع عيلتك أو أهلك. البعض منكم لو كان في مشاكل أو خلافات بينك وبين عيلتك وأهلك فبتتصالحوا، أو بترجع بقى الدنيا تستقر وتنسجم بمناسبة عائلية بترجع المية البجريها تاني. تمام، طيب نشوف بقى بالنسبة، هندخل دلوقتي في الخارطة الفلكية، هكتب لكم تحت بدأنا من الدقيقة الكام عشان اللي بيهتم بالفلك أكتر من التارو. حلو،
يلا نشوف بقى. بالنسبة للخارطة الفلكية عندنا بقى الشهر ده، انت هتركز على الصعوبات والأزمات والمشاكل اللي انت سايبها بقى لك فترة مش لاقي لها حلول. بتبتدي تركز في أول أسبوع من 9 عليها، وبتركز على الأصدقاء ليهم دور في حل أزماتك المادية ومشاكلك في الفترة دي، ليهم دور في دعمك في مساندتك، تصالح مع أصدقاء، رجوع علاقة مع أصدقاء. في هنا دور للأصدقاء في أول أسبوعين، يعني انت بتسافر لهم، يوم بيجي لك رحلات، تنقلات، حاجة زي كده، مناسبات بتجمعك بأصدقائك، فأنت بتبقى مستمتع ومبسوط قوي بالمناسبات دي. شايفة الفترة دي كمان بتركز على صحتك قوي، محتاج اهتمام بالصحة شوية لو انت هاملها. بتركز نص الشهر 9 على الحب والعلاقات العاطفية، وبتركز على بقى تجميل، حاجة تجميلية بقى، بتغير من شكلك، بتغير من طلتك، بتعمل حاجة جديدة في شكلك، بتغير من طلتك، بتعمل حاجة بقى مختلفة، عايز تجديد كده، اجدد، اغير، الون شعري، اغير لون شعري، اعمل فيه خصل احمر، خصل بينك، حاجة كده جديدة يعني. الراجل مثلا اعمل لحية دقن شارب، لو انت مش عندك تفكر ان انت تعمل لوك جديد تفاجئ بيه الناس، شعرك كثيف تقصه كله مثلا، عايز تعمل حاجة جديدة تظهر بيها للناس. كمان بتركز اخر الشهر فيه دور للاصدقاء بقى، يا اما هنا بقى عيد ميلادك بقى فبتجمعهم، بتحتفلوا، بتبقى لما بقى فكلكم بتتجمعوا سوا. في هنا الاصدقاء ليهم دور الشهر ده معاك في حاجات كتير. نشوف بقى بالنسبة للخارطة الفلكية كده، هحاول اختصر لكم عشان بس بتقولوا خير الكلام ما قل ودل، فانا مش هحاول اطول، اجيب لكم بس التحذيرات والاتصالات الايجابية، هقول لكم انها ايجابية فتفهموا ان الباقي كله ايه، ايجابي. نشوف بقى عندنا هنا، هنركز على كذا اتصال، هنركز على اتصال شمس الميزان اخر اسبوعين، وهنركز على زهرة الميزان اللي هتبقى معانا اول اسبوع، وهنركز على انتقالها بعد كده للعقرب، هنشوف، لان الزهرة حاكمة برجك، كوكب الزهرة، كوكب المال والجمال والكوكب المال والجمال، هنشوف تأثيراته ايه في دخولها بالعقرب، وهنشوف ايضا ايه قمر الميزان اللي هيدخل على 5/9 في برجك، هنشوف ايضا ده تأثيره عليك ايه يا برج الميزان. طيب عندنا من 1 ل 5 سبتمبر صباحا، زهرة الميزان بقى هنا بتحذر شوية من بلاش في الفترة دي نمضي عقود جديدة، يفضل التأجيل لو في هنا ايه امراض مزمنة او عمليات جراحية كبيرة، فيفضل التأجيل في الفترة دي مش افضل حالتها. كمان الفترة دي بلاش نمضي عقود، او بلاش ناخد قرض من بنك، او تعمل تأمين على حاجة عندك. كمان الفترة دي نخلي بالنا من السواقة شوية، بلاش نجري، بلاش نتهور، بلاش ايه نتسرع في القيادة او في السواقة. التحذير التاني اللي عندك هنا، نحذر من امراض الدماغ بسبب الذبذبات او الكهرباء، يعني الموبايل ما تحطوش جنبك وانت نايم، بلاش افكار سلبية توصلك، لان ممكن يجيلك صداع نصفي، بتفكر كتير شايل هم، بلاش هنا حاجات تتعب بيها ترهق بيها فكرك او افكارك، حاذر من امراض الدماغ او امراض ضعف المناعه، يعني خلي بالنا هنا من ايه، من كده. كمان اللي بيعانوا من متاعب في الغدد الليمفاويه او الغدد الدرقيه، محتاج فحص، محتاج متابعه هنا. البعض منكم اللي عنده دهون على الكبد، الكوليسترول عالي، محتاج تحلل، تعمل فحص دم، تعرف ايه اللي ناقص عندك، ايه اللي زايد، تهتم بنفسك شويه، انت هامل نفسك وحياتك كلها للناس وخدمه الاخرين والشغل ودعم الناس واسعد الناس، انت فين؟ انت محتاج تهتم بنفسك شويه. لكن بقيه الاتصالات عندك ما شاء الله كلها ايه، ايجابيه. حلو، ندخل الفتره اللي بعد كده. الفتره دي دعم قوي لعمليات التجميل يا مواليد برج الميزان، يعني الفتره دي حلوه انك تجدد، تعمل حاجه جديده في شكلك. 1 سبتمبر ليه 5 سبتمبر مساء، الفترة دي هنا بنحذر شوية من أصدقاء الأعداء، يعني نحذر هنا من غيرة أصدقاء أنت خاطب مثلا فتعلن ده فتتحسد، أو يعني في هنا أصدقاء بينكشفوا معادنهم قدامك أو بتكشفهم، يعني بيقعوا بلسانهم، بتشوف في مواقف كده إن هم مش جدعين معاك فبتكشفهم بدري. نحذر الفترة دي برضو من الأموال، مش عايزين نصرف بقى وندلع نفسنا ونبعزق بقى في الفترة دي، الميزان كريم أصلا واللي في إيده مش ليه، بلاش في الفترة دي بقى الكلام ده، ونحاول نعمل خطة كده من أول الشهر للصرف. تمام، برضو الفترة دي بلاش تشتري حاجة غالية أو تصرف مصاريف تقيلة شوية، لكن الفترة دي دعم للكاريزما، للشهرة، للظهور، للعمل، ترقيات، مكافآت عملية، وضعك العملي رائع. بقية الاتصالات كلها كافة الأصعدة إيجابية. عندنا من 5 ل 10 سبتمبر صباحا، زهرة الميزان أيضا هنا عاملة قيران مع القمر في البيت ال 12، ده رائع بقى، ده هنا بقى بتخلص بقى من الديون، من الأزمات المادية، من مشاكل النفسية، من الضغوطات. البعض منكم بيطلع من سجن، بيطلع من مصحة نفسية لو أنت بتتعالج أو بتعمل شفائك،
بتطلع بقى من أزمات نفسية وضغوطات بقى وبتنطلق وبتعيش حياتك. لكن السلبي بس هنا إن الصعوبات اللي عندك في الفترة دي الصحة، محتاج هنا اهتمام بصحتك، بالذات أمراض الدماغ أو الصداع النصفي أو الإصابات اللي من الرياضة أو القيادة السريعة أو التهور، العصبية، الضغط العالي، السكر، الضغط. نخلي بالنا الفترة دي من كده، لو بتلعب رياضة بلاش تبقى عنيف عشان ما تصبش بإصابات أو كسور صعبة. بقية الاتصالات يا برج الميزان هنا عندك إيجابية، القضايا هنا داعمة، كمان عمليات التجميل داعمة جدا في الفترة دي للنساء. عايزة تعملي حاجة جمالية في شكلك، تغيري لون شعرك، فترة مناسبة. قص الشعر كمان، اللي بيهتم وقص شعري إمتى، حلوة الفترة دي إن أنتي تقصي أطراف شعرك أو تعملي قصة جديدة مثلا. عندنا من 5 سبتمبر ل 10 سبتمبر مساء زهرة الميزان هنا والقمر قران في البيت السادس، هنا بتدعم الصحة شوية، يعني محتاج هنا اهتمام بصحتك شوية، بالذات فيما يخص الكليتين والكبد والبنكرياس وأمراض الأمعاء الدقيقة. محتاج منك فحص، متابعة القولون العصبي، محتاج تتابع هنا أي أكل تاكله من بره، اهتم شوية بنفسك. تمام. الفترة دي انحازر من الأصدقاء، الأعداء في بيئة العمل، هنا بقى زمايل عمل حاقدين، حاسدين، حاطينك في دماغهم بقى، عايزين يعملوا مشكلة، عايزين يمنعوا ترقية جاية لك، عايزين يعملوا لك مشكلة وخلاص. فنخلي بالنا هنا من حاجة زي دي. برضو الفترة دي مش داعمة انك تطلب مساندة او سلفة من صديق او اخ كبير او تدخل في شراكة معاهم في الفترة دي، اجل بس الفترة دي الكلام ده. الفترة اللي بعد كده عندنا من 10 ل 15 سبتمبر صباحا، نشوف هنا زهرة الميزان. كافة الاتصالات هنا ايجابية يا برج الميزان، يعني مش شايفة هنا اتصال سلبي خالص. تمام. طيب عندنا الفترة اللي بعد كده 10 ل 15 سبتمبر مساء، برضو اتصالات الزهرة هنا كلها إيجابية، مش شايفة أي اتصال سلبي. تمام. طيب قمر الميزان برضو في 5 9، كل اتصالاته ما شاء الله إيجابية، بتدعم هنا بتدعم كمان كافة الأصعدة، إلا بس في يوم 10 سبتمبر صباحا في الفترة دي نحذر بالقضايا الفترة الصباحية لحد 6 المغرب، أو إنك تتسرع ب يعني إنك تسيب شغل وتروح شغل تاني، أو إن أنت تتخانق مع المدير فيخصم عليك، حاجة هنا زي كده. 10 سبتمبر مساء ل 15 سبتمبر مساء، الفترة دي نشوف هنا عندنا الزهرة في الميزان كافة اتصالاتها إيجابية. 15 ل 20 سبتمبر صباحا زهرة الميزان هنا برضو ما شاء الله كافة الأصعدة إيجابية، القضايا، إمضاء عقود، سفر، تعليم، تشافي صحي، حقن بالجهاري اللي عايزين يخلفوا في الفترة دي فترة إيجابية، تصالح مع متزوجين، مناسبات سعيدة عائلية. شايفة الفترة دي سفر سواء داخلي أم خارجي، خلاص من مشاكل وأزمات نفسية ومادية. لا اتصالاتكم هنا ما شاء الله الفترة دي إيجابية قوي. من بعد 5 9 بتبقى روعة معاكم أكتر من أول أسبوعين، بس أول أسبوعين زهرة الميزان بتلحقكم برضو، يعني بتدعم المال وبتدعم إيه؟ بتدعم التجميل والتجديد في الشكل. 15 ل 20 بقى سبتمبر بقى فترة مسائية زهرة الميزان في الفترة دي كافة اتصالاتها أيضا ما شاء الله إيجابية، عشان ما نعيدش نفس الكلام. 20 ل 25 سبتمبر صباحا نشوف أيضا هنا. طيب في تحذيرات هنا، التحذيرات برضو هنا للصحة، محتاج تهتم بصحتك شوية، بلاش هنا ايه نحذر من التهور، العصبية، الغضب، في مشاكل العمل نكبر الأمور، حذاري من متابعة السكر، لازم تتابع السكر هنا عندك، تتابع الضغط، أمراض الضغط والسكر هنا محتاجة فحص متابعة. برضو هنا حاجة ليها علاقة بالصداع النصفي، الشقيقة، الحاجات دي محتاجه منك اهتمام، ما تطلعش مثلا من مكان بارد تروح مكان سخن فجاه. فنلاحظ يعني نخلي بالنا هنا من امراض فيما يخص منطقه الدماغ والمعده. التحذير الثاني هنا ان ممكن يحصل ايه، يعني سوء فهم او خلاف عائلي، او ممكن مشكله تحصل تاتش بسيط هنا بينك وبين حد من العيله، يعني مجادله، نقاش مش لطيف هنا. فنخلي بالنا كمان من حسد او غيره من القرايب، يعني في هنا حد ممكن بتلاحظه من العيلة أو من القرايب، يعني مش بيفرح لك، مش سعيد بالنسبة، يعني مش بيفرح لك فعلا، بتكتشف إن هو إيه عينه وحشة عليك أو مركزة في حياتك، بالذات يوم 20 9 صباحا. 20 9 بقى مساء زهرة الميزان هنا بتحذر من السفر سواء داخلي أم خارجي، مش فترة لطيفة للسفر هنا. تمام. وبرضو تقديم الجامعة، الدراسات العليا، الماجستير، الدكتوراه، لو في امتحانات بتبقى صعبة او محتاجه منك مجهود ذهني شويه، او محتاجه منك ايه
تكثف مجهودك الدراسي. كمان الفترة دي بلاش هنا ايه ضغوطك العملية تدخلك في أزمة نفسية أو يجيلك بقى قلبة المزاج، بالذات لو هم أبراج مزدوجة عذراء ميزان عقرب ميزان، تدخلوا هنا في شوية مزاجية كده، أو إن أنتوا مودكوا يقلب شوية بسبب إيه شوية ضغوطات بالعمل، أو حد في الشغل هنا من زمايلكم ينكد يضايق فيدخلك في ستريس أو في مود سلبي، أو يدخلك في طاقة من اضطرابات في النوم، أو ما تبقاش قادر تنام كويس، أو بتفكر كتير في المشكلة دي بزيادة عن اللزوم. الفترة اللي بعد كده اللي هي 25 سبتمبر صباحا ل 30 سبتمبر صباحا، ما ننساش طبعا ان مشتري الجوزاء بيدعمكو في الفترة دي. طيب الزهرة دخلت هنا برج العقرب، بتحذر من حاجة واحدة، من القرايب، محيطك الاجتماعي، كشف اقنعة للمحيطين بيك، بتبتدي تعرف اعدائك من اللي بيحبوك، ممكن تلاقي موقف فرح هنا، يا اما بيقفوا جنبك يا بتلاقي العكس، موقف شدة بتلاقي اللي يقف جنبك، ما بتلاقيش اللي ما بيقفش جنبك، فبتعرف هنا تحدد بقى ايه علاقاتك الاجتماعية، بتسطح علاقاتك او بتحدد بقى اقرب من مين وابعد عن مين. تمام. بقية الاتصالات شايفاها ايه ايجابية. 25 ل 30 سبتمبر، اي نعم هو الزهرة وجودها في العقرب ده مش لطيف شوية، لكن بتنقذك مشترك جوزاء، وبينقذك هنا ايه شمس اللي في برجك، بتنقذك في الفترة دي من سلبيات زهرة العقرب. طيب الفترة دي بلاش هنا ايه سفريات، ده بس السلبي في الفترة دي، لكن الباقي كله هنا ايه ايجابي، بالذات اللي هيسافروا شغل او هيسافروا دراسة بره. الفترة دي مش التقديمات في افضل حالتها. شمس الميزان كافة اتصالاتها ايجابية الا جانب بص الاصدقاء، يعني هنا بقى ايه بلاش تدخل الفترة دي شراكة مع اصدقاء، بلاش ان انت تطلب مساندة من أخ كبير أو تطلب مساندة من أخت كبيرة، مش هتلاقي مساندة أو واقفة يعني هما يقفوا جنبك بالشكل اللي أنت متخيله. ممكن في الفترة دي تلجأ في شدة لحد منهم، فما تلاقيش حد يقف أو يدعمك، فدي حاجة تزعلك أو تضايقك. 30 سبتمبر صباحا بقى زهرة العقرب هنا كافة اتصالاتها إيجابية، مش شايفة ولا اتصال سلبي. 30 سبتمبر بقى مساء، طبعا الشمس كمان هنا في برجكم، بنحذر برضو هنا من ايه اصدقاء العمل شوية، ومن الاسراف بالمال، يعني تحاول هنا بقى انت ممكن تلاقي نفسك اخر الشهر صفر، يعني تلاقي نفسك صرفت اللي معاك، بتلاقي نفسك يا رب يلا يجي يوم واحد عايز اقبض، يا رب يجي الشهر اول اسبوع بقى عايز اقبض، انا حالي صعب، فتلاقي بلاش تدخل بقى في توصل اخر الشهر للمرحلة دي، ان انت تبقى خلاص مادياتك صعبة بسبب ايه عدم وضع خطة للمال من بداية الشهر، بتلاقي نفسك مسرف شوية، بتصرف بشراهة، فبتلاقي نفسك اخر الشهر ايه في دروب مالي بيحصل معاك بسبب عدم خطة او وضع خطة لصرف المال. طيب نشوف بقى ايه التارو قراءة عاطفية، هكتب لكم تحت الدقائق عشان يعني اللي مهتم بالتاروت العاطفي يدخل عليه على طول. طيب نشوف بقى بالنسبة لإيه رجل برج الميزان العازب، نشوف أخباره إيه هذا الشهر. رجل برج الميزان العازب، شايفة هنا إن في رجل برج ميزان أنت واخد قرار سفر، يعني أنت هنا مسافر. طيب رجل برج الميزان هنا أنت مقرر سفر، أو خلاص بقى يعني جالك فرصة عمل خارج البلد فبتسافر، شايفة إن أنت عندك استقرار أو ارتباط بصراحة بعد عام، يعني مش السنة دي، أنت مرتب إن السنة دي هسافر، أسافر أشتغل بره، احتمال بشكل كبير على فكرة تلاقي عروستك أو الإنسان اللي مناسبة ليك في البلد دي، ممكن تكون من جنسيتك وأنت مسافر البلد دي وهي عايشة برضو من جنسيتك بس هناك، أو ممكن تكون بنت البلد اللي أنت مسافر لها هناك، ممكن تكون زميلتك في شغل معاك في شغل، هتتعرف عليها في طيارة في مواصلات حاجة زي كده، فبتبدأ تعارف ليك خارج البلاد. البنت دي من ميزان جوزاء ده الوجدي ثور عذراء سرطان. طاقة تانية هنا إن في رجل برج ميزان شايفة إن أنت مشهور أو بتقدم حاجة فيها شهرة للناس، أو أنت كاريزمتك عالية ومعجبينك كتير بقى، فبتختار منهم واحدة أنسب ليك للارتباط والاستقرار، وبتختار بنت فعلا بتبدأ معاها قصة عاطفية رائعة، بس دي هتكون من ضمن متابعينك، أو البنت دي مشهورة وأنت متابعها وهتدخل تتعرف عليها مثلا. فالبنت دي ممكن تكون من أسد حمل قوس حوت سرطان عقرب جدي ثور عذراء. طاقة تانية في رجل برج ميزان هنا بيعاني من وحدة من ساعة افتقاد أمه، يعني أنا شايفة هنا رجل برج ميزان من ساعة ما افتقد أمه أو والدته هو حزين ومش عايز يرتبط بواحدة إلا تكون شبه والدته أو أمه. شايفة إن في هنا في صديق على فكرة بيعرفك على حد، أنت بتروح فرح لصديق
أو صديق بتخرج مع صاحبك، وصاحبك ده مثلا متجوز، أو صاحبك ده مصاحب وهيبقوا فيه بنتين، والبنت دي من ضمن البنتين هتتعرف عليها مع صاحبك وهتبدأوا صداقة مع بعض، وبعدين تدخلوا في علاقة حب قوية، وبعدين على فكرة العلاقة دي رايحة الجواز. يعني شايفة في ارتباط أو استقرار ليك عن طريق علاقة صدفة. صاحبك هيتعرف على واحدة وهتبقى جايبة صاحبتها مثلا، فيقول لك تعالى اخرجوا معانا، فتعرف البنت دي مع صاحبك، فتبتدي تدخلوا في قصة مع بعض، وهيبقى صاحبك ليه دور في انه يخرجك من المحنة او ازمة افتقاد الام او الوحدة اللي انت فيها. البنت دي من حوت سرطان عقرب ميزان جوزاء دلو، او هتعرفها في مناسبة او في حفلة. على فكرة هتشوفها في حفلة، هتشوفها في مناسبة هتعجبك، وهكذا. نشوف بقى ايه امرأة برج الميزان العزباء. امرأة برج الميزان العزباء، نشوف ايه اخبارها هذا الشهر. امرأة برج الميزان العزباء اخبارها ايه هذا الشهر. امرأة برج الميزان العزباء اخبارها ايه في هذا الشهر. شايفة ان في امرأة برج ميزان، شايفة ان انتي يا بتشتغلي مضيفة طيران، يا انتي بتشتغلي في شركة والمدير بتاعك هيعجب بيكي، او انتي مثلا مضيفة طيران وده الطيار هيعجب بيكي، هتتعرفوا على بعض. ممكن يكون الشخص ده ارمل او سبق ليه تجربة قبل كده خسر فيها زوجته، يعني ارمل مثلا او طلق، تجربة سلبية مر بيها قبل كده فانفصل. شايفة ان الشخص ده هيبتدي يتعرف عليكي وتتعرفي عليه، هتبقى علاقة اي نعم في اختلافات عمرية بينكم كبيرة قوي، بس ايه هتلاحظي ان الشخص ده هيصعب عليكي، هتلاقيه مكتئب كده حزين، هتدخلي الدخلة دي معاه، ده صعبان عليا اما اقرب منه اما اتكلم معاه، هتتعاطفي مع المشكلة الحزينة اللي هو فيها، وهتبدأوا صداقة مع بعض، وبعد كده تتطور العلاقة بالتدريج على فكرة، وهيلاقيكي إنسانة شفائية ليه. ممكن يكون الراجل ده اتكسر بسبب حد خانه أو خسر حد من أهله قريب وهو حزين، فأنتي هتقفي جنبه جامد فيقدر حاجة زي دي. البعض منكم ممكن تعرفي الراجل ده صدفة في مواصلات وتلاقيه بيبكي أو حزين، حد مات له، حزين على فراق حد، مكتئب، زعلان، انت هتدخلي حياته هتنوري حياته. الشخص ده يا اما مديرك في شغل، يا هتعرفيه مواصلات، يا تعرف انترنت وهيشوف صورتك ويبدا معاك تعارف، بس هتبقي حاسه ان الراجل ده كئيب نكدي كده، داخل مكتئب، عنده طاقات سلبيه من علاقات قبل كده، هيحكي لك فانت هتعرفي، يعني هيصعب عليكي. الشخص ده اسد حمل قوس حوت سرطان عقرب سرطان. طاقه تانية في امراه برج ميزان عزباء، انت منتظره واحد معين، انت بتكراشي على واحد، يعني في واحد هنا انت حاطاه في دماغك ومعجبه بيه وعاجبك قوي ومستنياه يكلمك. ممكن تكونوا بتتابعوا بعض انتوا الاثنين، او انتوا الاثنين مشهورين برضو. ممكن تكوني على فكره بعت له طلب صداقه وهو معلقها فهيقبلها، وتبداوا بقى ينكسر حاجز الصمت ده وتتكلموا وتبداوا تعرف مع بعض. وعلى فكره شايفه العلاقه دي هتتطور بالتدريج، بس حذري لان في ايه الراجل ده الستات بتتخانق عليه، او مش هتبقى علاقه سهله. يعني في واحده حاطاه في دماغها مش هتسيبهولك بالساهل، وممكن تاذيكي او ممكن تضر العلاقه دي باي طريقه وهتاخده منك، فنخلي بالنا لانها علاقه صعبه، بس انت عندك تحدي انك تكملي. البعض الاخر انتم كنتم مرتبطين وعملتوا بلوكات، في بلوكات بتتفتح وانت مستنيه بقى هو اللي يكلمك، انا مش بعت حاجه فهو اللي هيدخل يكلمك، ولان هو اتصرف معاك تصرف مؤذي، عملك بلوك فجأة بدون اسباب، قطع العلاقة فجأة، كان في طرف تالت وطلع فهيقدرك ويرجع لك انتي. الشخص ده من اسد حمل قوس ميزان جوزاء ده له حوت سرطان ايه عقرب. طيب نشوف بقى بالنسبة لايه رجل برج الميزان اللي في علاقة حب او خاطب. رجل برج الميزان اللي في علاقة حب او خاطب ايه اخباره هذا الشهر. في هنا رجل برج ميزان، انت مرتبط ببنت وبتحبها وانت عايز تتقدم لها، بس انت مقيد يا ماديا، يا اما انت عليك ربط او انت عندك عقد بسبب علاقات سابقة من الارتباط والاستقرار، وخايف ترتبط تنفصل، او خايف ترتبط مثلا سمعت تجارب اصدقائك فخايف تنفصل، لكن انت بتحب البنت دي وبتحبها جدا. شايفه انك هتخرج من طاقه الربط او المشاكل والعقد النفسيه اللي عندك من تجارب قديمه،
وتبتدي بقى ترسم خطة للطريق مع البنت دي، وتبتدي تاخد طريق إيجابي كده بأن أنت تخطب، تلتزم، تاخدها لطريق جد. تفكر بقى أن أنت إيه، تشتغل وتحوش مثلا عشان تبتدي تاخد قرار أن كمان شهرين تخطب أو ترتبط. عايز بقى تشتغل على أن أنت تفك الزنقة المادية اللي عندك. ممكن تكون أنت مديون أو شايف أن أنت مزنوق ماديا وعاوز تثبت لها حسن نيتك، فالبنت دي هتقف جنبك على فكرة، وهتدعمك وهتصبر معاك واحدة واحدة. فما تدخلش في طاقة الاكتئاب والقفلة اللي انت قافلها دي، لان انتوا توأم روح لبعض. البنت دي ميزان جوزاء دلو، اسد حمل قوس، من هذه الابراج، حوت سرطان عقرب. في هنا رجل برج ميزان، انت مرتبط ببنت خلاص بقى، انتوا طورتوا العلاقة من صداقة، اعترفتوا بالحب لبعض، شايفة ان في علاقة هنا بتترسم، خطوبة بقى، زواج، ارتباط. العلاقة هنا خلاص اتطورت بالتدريج، كنتوا أصدقاء دلوقتي انتوا بتحبوا في بعض، بعدين العلاقة داخلة هنا على زواج. البنت دي جدية عذراء، أسد حمل قوس، حوت سرطان، إيه عقرب. في هنا رجل برج ميزان، خلاص بقى انت هنا بتخطب، يعني انت هنا مرتبط ببنت. البنت دي ممكن تكون بعدت عنك بسبب ان انت متلاعب، انت بتتسلى، انا ههرب، انا همشي، وخدت بعضها ومشيت، يا اما عملت لك بلوك، يا اما انسحبت، قالتك لما تاخد قرار جدي تبقى تكلمني. فانا شايفه ان انت راجع لها ببدايه قرار جدي او خطوبه، وبتسعدها او بتفاجئها بهذا الخبر. البنت دي من حوت سرطان عقرب ميزان جوزاء ده، من هذه الابراج، طالع شمسي. تمام، نشوف بقى امرأة برج الميزان اللي في علاقة حب. فين الورق التاني؟ اهو، امرأة برج الميزان إلا في علاقة حب أو إيه، مخطوبة، أخبارها إيه هذه الفترة؟ لو اللي مخطوبين يبقى هيتجوزوا في القراية اللي فاتت، لو أنت خاطب فأنت هتتجوز بقى. تمام، خدوا القراية على حسب قصتك أو اللي يتناسب معاك فقط. لو السيناريو ما نسبش الشهر ده، يبقى إن شاء الله الشهر الجاي تبقى ليك نصيب معايا. أهم حاجة علقوا لايك عشان طاقتكم توصلني وأقدر أنزل طاقات كتير. مواليد برج الميزان، امرأة برج الميزان اللي في علاقة حب، شايفة هنا ان في شخص بيعوضك عن ألم وتعب نفسي اتسبب لك فيه، والراجل ده خلاص يعني ناوي يخلي العلاقة فيها سلام او هدوء، بيحبك قوي، عاوز يلم شمل العلاقة، مش عاوز يبقى في بينكم مشاكل، مش عاوز يبقى في انفصال تاني. انتوا لسه راجعين، وواضح ان الشخص ده دمرك، تعبك كتير، استحملتي كتير، استحملتي اهماله وبروده، إيه عدم تواصله، يعني انت بتحبيه قوي، فقلت يا مصبر اشوف اخره ايه. وصبرك فعلا هيعوضه لك خير، لان الراجل ده بيحبك قوي، بس مشكلته انه كان عنده انشغالات ماليه، دراسه، تطور مهني، ترقيه كان مستني ياخدها الاول ويجي يعمل خطوه معاكي، حاجه زي كده. الشخص ده حوت سرطان عقرب ميزان جوزاء دلو جدي ثور ايه عذراء. عندنا هنا امرأة برج ميزان، انت مرتبطة بشخص توأم روح ليك، انت بتحبيه وبيحبك. المشكلة هنا ان الشخص ده هيجي يخطب او هيجي يتقدم لك، والمشكلة هنا بس ايه، اعتراض اهالي، اهالي ممكن توقف الموضوع شوية، لكن الدنيا هتمشي. البنت دي، الرجل ده، امرأة برج الميزان من قوس حوت سرطان جدي عذراء ميزان جوزاء ده. في هنا امرأة برج ميزان، انت مرتبطة بشخص شك فيه انه في عنده طرف ثالث، وانت بتقولي له انا عايزة اخد هدنة، او ما قلتلوش، انت فصلتي بقى منه كده. يمكن يحس اني هملته، يمكن يحس ان انا خلاص بقى بدأت ازهق هسيبه، يمكن يخاف فيتحرك يكلمني ولا يعمل حاجة. الشخص ده فعلا هيخاف ويحس بالخطر، وهيرجع يكسب قلبك تاني، او هيرجع يرضيك، يسعدك، يرجع الاكتف والنشاط والحيويه للعلاقه تاني. انتوا دلوقتي موجودين بس العلاقه تواصل روحي، يعني عارفه لو هو بتتكلموش، فجاه كان كويس، قاعدين شهر صامتين بتراقبوا بعض وساكتين، في حاله صمت نازله عليك وعزله كده، فانت قلت انا عندي كرامه، والله ما مكلماه، يعني انا مش فاهمه ايه ده، وافكار بقى سلبيه، واحده تانيه بتكلمه وعايش حياته، ده شكله خطب، ده شكله اتجوز، وخلاص بقى انت بتبتدي تفك تعلق منه. على فكره الشخص ده لما يحس ان انت هتوصلي له طاقه استغناء، هيبتدي هو ياخد طاقه المطارده ويطاردك ويرجع لك تاني. ده اسد حمل قوس، الراجل ده لازم تحسسيه بالرفض، او لازم تحسسيه دايما بالخوف كده عشان يبقى كويس معاكي. ده من النوع اللي كده، لان عنده ايجو وتناكه شويه، فهو متعب مش سهل. الراجل ده حوت سرطان عقرب حمل، من هذه الابراج، عنيد شويه و ماسك كده، ماسك نفسه، يعني انتي مش عاجبك التناكة اللي هو فيها دي.
رجل برج الميزان المطلق أو إيه المنفصل؟ رجل برج الميزان المطلق أو المنفصل. رجل برج الميزان المطلق أو المنفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل برج الميزان المطلق أو إيه منفصل أو فاسخ خطوبة مثلا، أيا كان حسب الحالة اللي بتطلع. في هنا سيناريو قدامي لبعض منكم، في رجل برج ميزان مطلق، في مشاكل عائلية كتيرة تدخلت في العلاقة دي فحصل الانفصال والطلاق، انتوا كنتوا علاقة اختلاف من البداية، شايفة ان انت بتبتدي تعمل شفائك وبدأت تتوازن بقى، وشايفة ان انت دخلت تجربة جديدة، بس انت بتقارن بقى، يعني ممكن تبقى زيها، ممكن تعمل مشاكل زيها مثلا، عندك برضو جو المقارنة والخوف من الارتباط الجديد، بس انا شايفة ان انت الارتباط الجديد ده ارتباط صحي، بس هتأخر فيها الجواز او الارتباط شوية. يعني انت دلوقتي ممكن تكون تقولها نتعرف على بعض اكتر، اخد وقتي معاكي لان انا خايف من التجربة اللي مريت بيها قبل كده. ممكن تكون كمان عندك قضايا او عندك مشاكل من طريقتك السابقة، فانت محتاج بس ايه تظبط ميزانيتك المادية عشان تقدر ترتبط بالبنت دي، والبنت دي صبورة على فكرة، يعني هي برضو عندها ظروف تمنعها من الارتباط السريع، اتجوزت قبل كده برضو ظروفها تسمح بالانتظار. فانا شايفة احتمال تكون انتوا الاتنين اصلا مسافرين، يعني انت مطلق ومسافر والبنت دي بتشتغل في الدولة اللي انت فيها ومسافرة ومن جنسيتك مثلا او جنسية تانية، فانتوا متفقين ان انتوا تبقوا صحاب لفترة مؤقتة بس لحد ما ايه على العام الجديد، متفقين على الجواز لحد بس ما تخلص القضايا اللي عندك من الجوازة الأولانية أو تخلص من المشاكل العائلية اللي فاتت دي وتبتدي تتوازن كده وتاخد خطوة استقرار معاه. البنت دي من جدي ثور عذراء أسد حمل قوس ميزان جوزاء دلو. طاقة تانية إن في رجل برج ميزان هنا، في امرأة أنت انفصلت عنها، المرأة دي كانت عاملة لك سحر وكانت أذياك وسرقتك واستغلتك، عملت حاجات كتيرة، وممكن تكون على فكرة البنت دي لعبية بتروح تلعب على كذا راجل وبتتلون بكذا لون حرباية، وتلعب على كل واحد وتسرق من ده وتسرق من ده وتسرق من ده، وبتستغل الماجيشن اللي عندها، إغراءها، جمالها، جاذبيتها، هترجع لك تاني تستعطفك. وخلي بالك لأن البنت دي يا إما عاملة حاجة في شكلها زي الجذب بتخلي أي راجل يعمل لها اللي هي عايزاه، عاملة حاجة في شكلها، يا عاملة جذب لنفسها، يا عاملة حاجة في شكلها اللي يبص لها كده يعمل لها أي حاجة هو عاوزه كأنها ساحرة، فخلي بالك لانها راجعه لك باذى تاني، هتسرق منك حاجه وتجري. البنت دي حوت سرطان عقرب جدي ثور عذراء. انت على فكره ممكن تكون متجوز ومنفصل من مراتك بسبب البنت دي من ساعه ما سابتك وانت تعبان، يعني مستنيه ترجع لك وخلت مخك شغال وبوظت علاقتك الزوجيه بسبب انها رايحه جايه، هي راجعه تخرب عليك تاني وتمشي، فالبنت دي مؤذيه خلي بالك. في هنا رجل برج ميزان، في هنا طلاق بيرجع، احتمال تبقى فاسخ خطوبة وراجعة الخطوبة دي تتجدد تاني، البعض منكم ده طلاق وفي أم بتتدخل للصلح بينك وبين هذه الزوجة وبيرجع تاني ايه في لم شمل في العلاقة. المرأة دي من حوت سرطان عقرب جدي ثور عذراء أسد حمل ايه قوس. نشوف بقى امرأة برج الميزان اللي ايه، امرأة برج الميزان اللي في علاقة حب أو عفوا امرأة برج الميزان المطلقة أو المنفصلة من حب أو خطوبة. في شخص هنا بيراقبك يا امرأة برج الميزان، واخد باله منك قوي، والشخص ده احتمال بشكل كبير ده كان زميلك في شغل وكنتوا مرتبطين، والشخص ده انسحب راح وظيفة تانية أو بعد عنك فجأة وساب الشغل. في هنا حاجة غلط حصلت من الراجل ده، شايفة ان الشخص ده مراقبك، بيجيب معلومات عنك من حد في العمل لسه موجود او الشغل اللي انت فيه لسه موجودة فيه، هو بقى اللي مشي اختفى فجأة، ساب الشغل فجأة وما قالكيش، انعزل كده. الشخص ده انعزل بسبب مشاكل مادية، خلافات عائلية كبيرة، فما كانش قادر يديكي وعد بحاجة. الشخص ده سافر او العرض اللي جاله الشغل ده جاله سفر، فسافر بقى يكون نفسه واشتغل وراجع يشوف بقى عايز يكلمك، خايف تقولي له نعم خير، بتروح وتيجي بمزاجك، فاكرني قاعده لك ولا في ايه، عايز يرجع يفتح صفحه جديده معاكي تاني، بس الاول بيسال معلومات عنك من الشغل، ارتبطت، خطبت، دخلت علاقه جديده مع حد، يعني بيشوف كده وضعك ايه قبل ما يدخل، لانه خايف رجل ورا ورجل قدام، عارفه خايف منك، خايف تدي كلمتين. وعلى فكره الراجل ده لو وافقتي ترجعي له هيقول لك تعالي لي سفر، او لو توافقي انك تتجوزيه تجي له يعمل لك ورقك وتسافري له
ويعمل توكيل بكتب كتاب، هيعمل حاجة زي كده وياخدك على طول، لأن هو بيحبك ومتأكد منك يعني. بس هي الظروف اللي حصلت خليته فصل منك ورجع لك تاني. الراجل ده من ميزان جوزاء ده الوجدي ثور عذراء أسد حمل قوس سرطان. في هنا امرأة برج ميزان، انتي في هنا طليق بيرجع لك، انتي ممكن تكونوا طلقتوا لفظ كده مش بمحكمة. الطليق ده شايفك حاطة صورك، خسيتي، عملتي نحت بقى ولا شديتي في حاجة يعني، عملتيها في شكل جديد. الراجل ده طليقك ده او اللي هو طلقك لفظا او ده يعتبر لسه زوجك يعني، ممكن يردك يعني. انتي في العدة او شايف ان انتي عايشة حياتك واخدة بالك من شكلك من طلتك، فهو حس بالغيرة، فشايفة هنا انه ندمان وراجع يتنازل عن عنده وكبريائه، لانه واضح ان المشكلة اللي كانت ما بينكم سببها واحدة ست وطلعت، وانتي بقى حسيتي ان في حاجة غلط، فبدأتي تاخدي شكلك، تهتمي بنفسك بشكلك، فقلتي والله لا ايه هكسرك، والله اللي هجيبك، انتي عارفة ما دخله كويس، فانتي اهتميتي بشكلك بمظهرك، وواضح كمان ممكن تكون انتي شهور العدة الثلاثة خلصت، فلازم يرجعك بعقد ومهر جديد. وشايفة انه هيرجعك لانه شايفك حلوتي عايشة حياتك منطلقة بدونه، شايفة ان في رد او يرجعك او يردك تاني، لانه ندم او حس ان هو لا يعني ندم لما عمل كده. تمام. البعض منكم ممكن تكون على فكره انتم منفصلين بقالكم 5 سنين، انت معلقه كده، انت مش فاهمه وضعك معاه ايه، ومن ساعتها انسحبته. الشخص ده من اسد حمل قوس حوت سرطان عقرب جدي ثور عذراء. امراه برج الميزان المطلقه او المنفصله شايفه ان في طليق عنيد ومتكبر بيشتغل في سلطه او بيشتغل في منصب تقيل كده، الشخص ده يعني مش هو اللي هيجي، هو هيدخل حد كده ايه من عنده، يا اما لو في بينكم اولاد او اطفال هيخلي الولاد يقول لك يا ماما ارجعي لبابا، يا ماما تعالي نرجع. البعض الاخر هيدخل حد من قرايبه او من اهله او معارفه عشان ايه تقعدوا قعدة تفاهم او قعدة صلح، وهو بيحبك بس عنيد او تقيل. وعلى فكرة في طاقات سلبية كتيرة هي اللي فرقت العلاقة بينك وبين الراجل ده بشكل كبير، دي طرف تالت تدخلت بطاقة اسحار او بطاقات سلبية وصلت العلاقة بينك وبين زوجك هنا للانهيار. فشايفة ان في هنا قعدة صلح او تفاهم بترجع العلاقة تاني. نشوف بقى رجل برج الميزان المتزوج. رجل برج الميزان المتزوج في هنا رجل برج ميزان متزوج، في شك من الزوجة يعني، الزوجة هنا شاكة فيك، حاسة ان انت بتحن العلاقة من الماضي، بتغير عليك دايما. كمان ممكن يكون في تدخلات من الاهل بتنكد عليها او بتضايقها منك ساعات. الزوجة دي مش مرتاحة وبتحارب لان العلاقة تستقر. انت حاسس ان انت ظالمها على فكرة. انت على فكرة ممكن تكون اتجوزت البنت دي من الاهل وكنت بتحب واحدة، والبنت اللي كنت بتحبها دي رجعتوا تتكلموا، وزوجتك شكت ان انت رجعت لحبيبتك القديمة وقالت لمامتك، ومامتك اتدخلت وحصلت خناقة ومشكلة كبيرة على الموضوع ده، وشايفة ان انت ظالم الست دي معاك، وهي بتحارب ان العلاقة تستقر. بس انا شايفة ان انت مش عايز تظلمها اكتر من كده، شايفة ان العلاقة دي 8 كؤوس. لا، انت شايف ان مش حاسس بالسعادة والاستقرار، مش قادر تحبها، مش قادر تحس بيها، فشايفة ان انت بتنفصل، او شايفة ان الانفصال حل ليك وليها. ده للبعض. رجل برج ميزان متزوج شايفة ان هنا في تصالح بين زوجين بعد فترة مشاكل او خلافات عائلية يعني، في هنا اهالي مثلا، اهلك واهل الزوجه شايلين من بعض، مشاغلكم كانت كتير فالاهالي هنا شايله من بعض، شايفه البعض منكم يعني بتستقلوا عائليا، يا اما لو انتوا في بيت عيله بتلاقي الحل ان احنا نطلع من بيت العيله ونستقل انا وزوجتي، البعض الاخر في طفل او حمل للزوجه بيرجع الاستقرار للعلاقه دي بعد ايه خلاص بقى يعني مشاكل عائليه هنا بتهدى، لقوا ان في طفل فخلاص نلم الامور عشان الطفل اللي جاي ده، ممكن تكون لسه عرسان ما بقالكوش شهرين. البعض الاخر هنا في مواليد برج ميزان، المشكله هنا كانت واقفه على طفل او في عدم خلفه يعني، انتوا بتحبوا بعض جدا وسعداء بس ناقصكم وجود الاطفال، وتعملوا عمليات كتير، لجأتوا لكذا حاجه مفيش فايده، بس شايفه ان شاء الله في محاوله بتنجح، وبتفرحوا بان في حاجه بترجع احياء العلاقه من جديد، وهي وجود طاقه الحمل او الطفل للزوجه. نشوف امراه برج الميزان المتزوجه.
امرأة برج الميزان اللي في زواج، شايفة هنا ان علاقة بين امرأة برج ميزان وزوجها كانت متوترة شوية، كنتم منفصلين، بترجع تبدأ ببداية جديدة. يعني كانت العلاقة دي رايحة لطلاق، بتبدأوا بداية جديدة وبتتصالحوا بعد فترة انك معلقة، انت كنت زي المعلقة، يعني لا عارفة انك متجوزة ولا عارفة ان انت منفصلة، ما انتش فاهمة وضعك ايه بصراحة. بتطلعي بقى من وضع المعلق وبتبدأوا بداية جديدة بعد فترة بريك، رجعتوا مشاعر بعض، بدأتوا تحسوا ان ايه، ان انتوا محتاجين لبعض. البعض الاخر في طرف تالت هو اللي عمل المشكلة بينك وبين الزوج، فهيطلقها ويبقى معاكي. لو دي زوجة تانية فهيطلق الزوجة التانية دي ويرجع لك، ولو انت الزوجة التانية فهيطلق الاولى ويبقى معاكي انت، لو انت التانية ودي التالتة فهيبعد عن التالتة ويبقى معاكي انت، في كلا الحالات عشان ايه كذا سيناريو. امرأة برج الميزان المتزوجة شايفة ان في مناسبة لاحد ابنائك هنا، يعني شايفة ان في خطوبة لبناتك، خطوبة لحد من ولادك، ف بتحسي كده انت وزوجك ان ثمرة زواجنا ان احنا بنخطب لبنتنا، بنتنا جالها عريس، فبيبقى في جو سعادة وبهجة في العلاقة هنا واستقرار مع الزوج. ممكن يكون حمل لبنتكم يفرحكم يساعدكم، البنت دي ممكن تكون ما كانتش بتخلف خالص وبتفرحوا بخبر ان في حفيد، فبتبقوا مبسوطين قوي بالخبر ده، بيخلي العلاقة بينكم كده بتبقى فيها سعادة، او بترجع العلاقة تنتعش من جديد بسبب الحفيد ده اللي جاي داخل العيلة. تمام، طيب نشوف بقى ايه النصيحة العاطفية لمواليد برج الميزان في شهر ايه، سبتمبر. النصيحة العاطفية لمواليد برج الميزان في شهر 9، محتاج تتوازن، محتاج توازن بين القلب والعقل، بلاش ندخل في علاقة بقلبنا قوي ولا بعقلنا قوي، لازم يبقى فيه توازن. بيقولوا ان قبل ما تدخل اي علاقة شوف الحدس بتاعك، يا مرتاح يا قلبك مقبوض. لو حسيت قلبك مقبوض ما تقولش هتتغير، ما تقولش هتتحسن، لا خد بالإحساس ده، لازم يبقى فيه ثقة في العلاقات. يعني لو انت حاسس الشك دخل في قلبك او في كذب حصل لو لمرة او حاجة هزت الثقة في العلاقة مرة، ما تكملش، ده معناه اشارات ان العلاقة دي ايه مش صحية، فخد بالاشارات وما تتجاهلهاش لرجال ونساء. في هنا البعض منكم العلاقة كانت صعبة او كانت سلبية، تتحول بقى بتتعمق، الحب بينتصر، بترجعوا تاني ايه كأنكم بتبدأوا بداية جديدة. بيقولوا ان بلاش تبقى العواطف او الحب هو اساس حياتك، وتقعد بقى تدور على الحب وتتخلى عن الحاجات المهمة التانية في حياتك، شغلك، عملك، دراستك، صحتك، اهتمامك بنفسك. في هنا رسالة لحد منفصل، على الرغم من اننا منفصلين جسديا الا اننا متعلقين بالروح رغم اختلاف المكان والمكان الزمن. في رسالة هنا برضو، سهام الحب هتصيبك يا برج الميزان الشهر ده، حب كده هيدخل يشعل كيانك. يعني بيقولوا ان حلمك ان انت تستقر، او حلمك ان انت تبقى انسان متوازن، او حلمك انك تبقى احسن صحيا، ده هيحصل، يعني شهر تحقيق الاحلام ده. نشوف النصيحة برضو هنا في كروت النصائح، نصائح الملائكة لمواليد برج الميزان في شهر سبتمبر. نجاح، اول نصيحة عندك نجاح، اهو في نجاح ما تقلقش. في حل وسط يا اما دي قضية او في محاكمة، فيتحط حل وسط او حل سلمي هيرضيك ويرضي الطرف الاخر. يعني القضية ممكن تتحل بالود والسلم، يعني او هل هتترفع عليا قضايا؟ لا، الامور هتبقى فيه ود او سلم، مش هتوصل للقضايا. البعض منكم محتاج يغفر ويسامح ناس اذوه في حياته، لازم تبقى حازم مع بعض الاشخاص في حياتك، تغيرات كتيره هتحصل ايجابيه، بس لازم تاخد موقف او تتحرك، مش وانت قاعد نايم كده بيقولوا ان في حظ هيجي لي وانا نايم او انا قاعد. مديتيشن، محتاج تلعب رياضه تشيل منها الطاقات السلبيه اللي عندك، محتاج ان انت تعمل شفاءك، تقرب من ربنا، تقوي روحانياتك، محتاج تتعامل مع ناس معينه بطريقه غير الطريقه اللي معاك. يعني لو ناس بتستغلك لا، وقف وارجع توازن، زي ما بيدوني اديهم، ما اجيش على نفسي عشان حد، عشان ما يبقوش معايا يتعاملوا معايا بشيء من النرجسية. في ناس هنا محتاج تبقى حازم معاهم وما تبقاش طيب زيادة على اللزوم، لازم تاخد موقف منهم وتعمل لهم وقفة، ده هيحسن كتير من وضعك النفسي والجسدي، ما تجيش على نفسك عشان حد. تمام، طيب كده خلصنا يا برج الميزان، شكرا ليكم، تمنياتي ليكم بالتوفيق. لا تنسوا اللايك، طبعا انتوا عارفين ان في قراءات مجانية هتبقى على 20/9، اكتبوا اي سؤال ليكم، بس بنسأل في جانب واحد فقط، سواء خارطة فلكية، تاروت، تفسير احلام، ده على 20/9. حلو، بالنسبة بقى لي ازاي نسأل، ممكن تكتبوا في اليوتيوب او تبعتوا للادمن عبر الفيسبوك كسؤال.
في بقى اللي هي القراءات الخاصة برسوم، هنبتدي إن شاء الله التسجيل فيها من بكرة، تمام؟ فاللي عايز يدفع قراءة خاصة برسوم مدفوعة بيتواصل مع الأدمن عبر الفيسبوك، وبتحدد معاكم إن شاء الله موعد، عشان بيبقى معانا جلسات أو حجوزات تانية، فبنشوف الميعاد الأنسب ليكوا إيه، بنديكوا باليوم بالتاريخ، بس طبعا رجاء الدفع قبل إيه ميعاد القراءة. شكرا ليكم، مع السلامة. ترجمة